أصدر الوزير المسؤول عن الشؤون المالية معالي درويش بن إسماعيل البلوشي أمس قراراً وزارياً بشأن صرف مستحقات نهاية الخدمة للموظفين، وأكد البيان على أن وزارة المالية توجه كافة الوزارات والوحدات الحكومية بالدولة إلى أنه سيتم بدءاً من السنة المالية الجارية 2019 اعتماد المبالغ المطلوبة لسداد مستحقات نهاية الخدمة المستحقة للموظفين المنتهية خدماتهم في موازنة الجهة المعنية بناء على الطلب الذي تتقدم به إلى هذه الوزارة. وقد أوضح مصدر مسؤول بوزارة المالية إن التعميم جاء لتنظيم إجراءات الصرف وضمان سداد المستحقات دون تأخير للموظفين المنتهية خدماتهم في الجهات الحكومية. وأشارت الوزارة إلى أن الإجراء المعمول به سابقا لصرف مستحقات نهاية الخدمة كان يتم من موازنات خاصة تتبع إدارتها لوزارة المالية، في حين أن الإجراء الجديد يقتضي إدراج مبالغ المستحقات المطلوبة في موازنة كل جهة حكومية على أن تتولى هذه الجهات صرفها لمستحقيها، مما يوفر الوقت المستغرق ويقلل الإجراءات اللازمة للصرف.